السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة بيتكوين عرب. اليوم معنا موقع مميز لربح عملة ترون تي ار اكس. هذا الموقع بتدفع للمحفظة البسيطة فوشة بيت تقريبا بدون حق من السحب. شو ما جمعت هذا الموقع تسحب على الفوشة بي اخي الكريم، وهذا شيء كثير منيح. طبعا موقع جديد، موقع كويس، الربح منه كثير سهل، موجه بشكل اساسي للمبتدئين. سكريبتو احترافي، دومينو احترافي، ما عنده غير مشكلة واحدة هي النوافذ الموسيقى. في نوافذ موسيقى كثير داخل هذا الموقع، بس تفوت داخل الموقع راح تلاحظ هذا الشيء. طبعا فينا نسكر هاي النوافذ ونبلش نشتغل عادي بدون اي مشاكل. طيب اصدقائي، خلال هذا الفيديو راح نشرح الموقع ونسحب منه على الفوشيت بي. طيب بسم الله نبدا. اول شيء التسجيل بهذا الموقع جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على لينك التسجيل راح تلاقيه بصندوق الوصف. طبعا لينك مباشر، انا ما بستخدم اي روابط مختصره، اللينك بيعطيك على المدونه الخاصه فيه. المدونه الخاصه فيه في رابط مباشر، يعني ضغطتين اخي كريم بتفتح معي الصفحه. نحن بنشئ حساب جديد، نروح لكلمه ساين اب او التسجيل هاي اللي هون، او بنضغط عليها. طبعا بيقول الموقع ببياناته بنحط هون ايميلنا، اسم مستخدم باللغه الانجليزيه، باسورد محترمي، بنعيد الباسورد، نحل الكابتشا، كلمه ريجستر بيكون صار عندي حساب. طبعا الموقع رح بعت الرساله على بريدي الالكتروني، وصلت بالبريد الوارد، لكن نادرا او بعض الاحيان ممكن تيجي بالرسائل غير مرغوب فيها. فيها كلمه كونفيرم ايميل ادرس، بضغط عليها بتفعل الحساب وبصير جاهز للربح من هذا الموقع. اذا ما اخذ معك هاي اضغط على الرابط اللي تحتها، كمان نفس الشيء بتفعل الحساب. بعدين بروح على اللوجن او تسجيل الدخول، بعبي بياناتي وبسجل دخول للحساب. طبعا اصدقائي، هي واجهة الموقع من الداخل نحن بنجمع كوين، وهي الكوين نسحبها بعملة التي ار اكس ترون. كيف بدي بلش اجمع هاي الكوين؟ عندنا اول شيء هون صنبور يومي ديلي بونوس، بس كلمة كليم نص الصفحة الاساسية بلاقيها، بضغط عليها وبكسب قيمة هاي المطالبة. اخذنا 35 نقطة. في عندنا صنبور عادي اسمه فوسيت اللي هون، طبعا فتح لي هاي الصفحة. طبعا اصدقائي بيعطيني 50 او اكثر من 50 نقطه كل مطالبه، والثانيه بيناتها 4 دقائق، ومعي مرات غير محدوده. شايفين اصدقائي اعطاني هون شلي من النوافذ المنبثقه، راح سكرهم كلهم لانه طبعا مو كويس النوافذ المنبثقه. بطبيعه الحال الموقع بده يربح وبده يربحنا بنفس الوقت، كل ما علي اني سكرهم. بعدين بدي حل طبعا اصدقائي الانتي بوت، وبدي حل الكباتش. الانتي بوت هون 5 2 7 بالترتيب، طبعا هي 5 هي 2 هاي 7، وبعدين راح احل الكباتشا اللي هون. كباتشا سهلة وبسيطة اصدقائي. طبعا بنروح بعدها على كلمة كولكت اللي هون، بضغط عليها وبنتظر التحميل. طبعا اعطاني الموقع 52 نقطة او 52 كوين من عملة الموقع الافتراضي. فيني بعد 4 دقائق ارجع طالب طبعا بهذا الصنبور. طبعا عندنا هون شورت لينك او روابط مختصرة، اضغطت عليها طبعا تفتح معنا هاي الصفحة. موجود مجموعة من الروابط المختصرة، موجود الـ RS Short و 120 مطالبة منه، كل مطالبة ب 180 طبعا من عملة الموقع الافتراضية مثل ما نحن بنسحبها بعملة الترون. وموجود طبعا أنواع تانية من الروابط المختصرة مثل الـ XE، موجودة هون ب 150 نقطة. موجود أصدقائي كمان أنواع تانية فينا نشوفها متجاوزة ونكسب قيمتها. أسهل شيء بيناتهم هي الـ RS Short. تمام أصدقائي، 180 نقطة كثير سهلين، ومعي 20 مطالبة يوميا. راح أتجاوز الـ RS Short مشان أسهلكم طريقة عمله، وركز عليه، هذا أهم من بقية طبعا الروابط، وهو أسهل واحد بيناتهم. بس بروح على كليم. طبعا وجهنا لرابط الـ RS Short. شايفين أصدقائي أعطيني هون أعداد رقمي، هي على شكل 6 صفحات، كل ما علي إني أتجاوز هاي 6 صفحات وبكسب قيمتهم. كتير سهلين، أحيانا بيعطيني كباتشا، أحيانا بيعطيني واجهة إعلانية لازم شاهدها لعشرة أو 15 ثانية فقط لا غير. شايفين أصدقائي اكتملت العدادة، أعطاني هون كباتشا. بنحل هاي الكباتشا، هي بنختار الصورة الأقل تكررا. شايفين أصدقائي انحلت، بروح على الصفحة 0 على 6، هن 6 صفحات مشابهة لهذا المبدأ تقريبا. طبعا هلا هاي التانية كمان كباتشا، هون طلب مني شاهد إعلان لمدة 15 ثانية، بختار أي واحد من هدول الإعلانات. شايفين أصدقائي بفتحه بصفحة تانية وبنتظر بهاي الصفحة 15 ثانية لحتى تكتمل هاي العدادة الرقمية. طبعا اكتملت، بروح على الصفحة اللي بعدها. طبعا هيك اكتمل معنا الرابط المختصر، راح يرجعنا هلا للموقع المشروح ونكسب قيمة هذا الرابط المختصر. اخذنا 180 نقطة. شايفين اصدقائي ولسه معي 19 محاولة من الـ RS Short، لازم ننفذهم كلهم. انا بفضل هذا الشيء، بكسب مبالغ منيحة، وموجود كثير مواقع عم اشرحها في الار اس شورت، وفيك تستفاد من الار اس شورت على كل هاي المواقع. كمان اصدقائي الموقع في اعلانات بي تي سي، مثلا هذا الاعلان ب 91 نقطة بشاهده 30 ثانية. بس بروح على فيو، بنحل بعد الكباتشا وبنعمل تأكيد بنكون كسبنا قيمة هذا الاعلان. فيني تابع بقية الاعلانات اكسب منها.
طبعا مشكلة هذا الموقع بشغلي وحدي، هالنوافذ المنبثقة مثل ما قلنا بداية الفيديو، والأد بلوكر الاعتيادي الموجود بالمتصفحات ما عم يوقف هاي النوافذ اللي عم تطلع داخل هذا الموقع. فإذا أنت عندك اسم لاد بلوكر كويس اكتبه بالتعليقات مشان تساعد طبعا المشتركين التانيين مشان يستفادوا من هذا الشيء. كمان الموقع في إنجازات، في أتشيفمنت، في مسابقات كمان، وفي رابطي حالي، وهذا شيء كتير منيح. بدنا نسحب اللي جمعناه هون، شايفين أصدقائي 385 أو 358 عفوا نقطة أو كوين، بروح على ويزدرو. طبعا بيقول لي الموقع حط هون ايميلي داخل الفوشيت باي، بحط الايميل، بحل الكباتشا اللي هون، كثير سهل يا اصدقائي. طبعا بيقول لي الموقع الكميات اللي معي بيطلعوا تقريبا 3 مليون ساتوشي وشوية كسور من عملة ترون، بروح على ويزدرو او سحب، بضغط عليها وبنتظر تحميل الصفحة. طبعا دفع لي الموقع بشكل فوري مثل ما كنتم ملاحظين على محفظتي الفوشيت باي، بروح على الفوشيت باي، بحدث صفحة الدفعات داخل المحفظة البسيطة فوشيت باي حتى شاهد الدفع على الموقع. وإذا ما عندك محفظة راح أحط لك بصندوق الوصف فيديو بيشرح لك كيف تنشئ هذه المحفظة بطريقة جدا سهلة وبسيطة وآمنة. تي ار اكس جيم، هذا هو الموقع، هي هي الكميات 3 مليون و500 ألف ساتوشي من عملة ترون نورمال بيمنت، هذا هو التاريخ. طبعا اصدقائي موقع كويس، من اسهل المواقع اللي ممكن نكسب منها عملات رقميه، وخاصه عملة بترون الرقميه بالنسبه للمبتدئين. كمان راح احط لك بصندوق الوصف مجموعه من المواقع كلها ممكن نكسب منها عملات رقميه بطريقه جدا سهله وبسيطه اصدقائي. طبعا ودائما بالتاكيد ما اثبتت السحب من هاي المواقع، مشان طبعا انا بجرب الموقع قبل ما اشرحه على القناه، وهذا الشيء كمان بعتقد الكل منكم صاروا وبيعرفوا. طبعا اصدقائي بيد اكيد دائما اي سؤال عن مجال الربح من الانترنت بشكل عام، ربح العملات الرقميه، الباير، الفوشيت بي وغيره، اكتب لي اياها بالتعليقات وان شاء الله بنقدر نساعدكم. في النهايه لا تنسوا اخواني زملائكم المشتركين بالقناه، اشتركوا في على زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.